نصل الآن إلى الركيزة الخامسة من ركائز العملية التعليمية، وهي الإدارة المدرسية. فما المقصود بالإدارة المدرسية؟ في واقع الأمر لدينا مفهومين متقاربين، هما الإدارة التعليمية، إدارة التعليمية، وتحتها أو جزء منها الإدارة المدرسية. ليس هناك فرق كبير سوى في المهام، فالإدارة التعليمية تقوم بعملية التخطيط والتنظيم والتنسيق والتمويل والإشراف والرقابة والتقويم والمتابعة لكل العملية التعليمية، هذه الإدارة التعليمية. بينما الإدارة المدرسية هي جزء من الإدارة التعليمية، لأن مهمتها هي القيام بعملية التنفيذ لسياسة الإدارة التعليمية وتطبيقها في الميدان. واليوم ينتشر استخدام مصطلح القيادة التربوية بدل الإدارة المدرسية للإشارة إلى الكيفية التي تدار بها المدارس حتى يمكنها تحقيق أهدافها. وتلك الأهداف طبعا قلنا قبل قليل أنها مرسومة من قبل الإدارة التعليمية. طيب، ما هي العوامل المؤثرة في أداء الإدارة المدرسية أو القيادة المدرسية؟ هناك جملة من العوامل في الحقيقة. أولا تأتي كفاءة القائد أو المدير، ثم ثانيا موقع المدرسة الجغرافي والثقافي. إذا ليست مدرسة توجد في قلب مجال حضري نشيط ومزدهر اقتصاديا واجتماعيا مثل مدرسة تأتي على التخوم وفي مناطق بعيدة أو مناطق نائية. كذلك مجتمع مزدهر ثقافيا يؤثر على مدرسة وعلى أداء الإدارة أكثر من مجتمع يعني جامد ثقافيا ولا وجود فيه لأي نشاط ثقافي. كذلك طبيعة المجتمع إذا كان مجتمع داعم أو مجتمع مستقيم. هناك مجتمعات يعني فعلا مجتمعات لديها ثقافة بائسة وثقافة ضعيفة جدا، تقول هذه الثقافة بأنها دع المدرسة تشتغل بمفردها، فهذا المجتمع هو مجتمع مستقيم. بينما هناك مجتمعات داعمة تقف إلى جانب نشاطات المدرسة، تهتم بنشاطات المدرسة، تساند المدرسة، تدعم المدرسة، تحضر لنشاطات المدرسة، تساهم ماديا ومعنويا في نشاطات المدرسة. فإذا هناك مجتمع، طبيعة المجتمع تحدد أيضا وتؤثر في أداء الإدارة المدرسية. هناك نمط الإدارة التعليمية التي هي فوق الإدارة المدرسية ومدى تعاونها مع الإدارة المدرسية. هناك إدارة تعليمية متعاونة، هناك إدارة تعليمية غير متعاونة. المستوى الاقتصادي المجتمع تحدثنا عن هذا، فإذا كان مستوى أيضا جيد ومنفتح فإن ذلك يؤثر في أداء الإدارة. هناك عناصر مهمة جدا في القائد أو المدير الناجح المدرسي الناجح ينبغي علينا أن نتعرفها، منها صفات مهارية ومهنية كمعرفة واسعة مثلا للقائد بالنظم المالية واللوائح القانونية، مهم جدا حتى يعرف كيف يتصرف، كيف ينظم ويكون يتصرف بطريقة قانونية وبطريقة ناجعة. الدقة في الإجراءات والمعاملات الإدارية، هناك بعض القواد التربويين أو القيادات التربوية من تكون تعاملاتها الإدارية دقيقة، ولكن هناك من تكون تعاملاته بعيدة عن الدقة. الدراية الكافية بأهداف التعليم ومضامين المقررات. هناك يعني مديرين أو قيادات تربوية لا تعلم إلا القليل عن مضامين المقررات في كل مستوى، بينما هناك ما شاء الله بعض القيادات التربوية تعلم كل التفاصيل الشاردة والواردة في كل مقررات المستويات، حتى أنه أحيانا قد يتغيب بعض المعلمين فتجد القائد التربوي يعوضه في تدريس بعض المقررات. إذا للمعلم أو للقائد التربوي الناجح خلفية كاملة عن علوم الإدارة والتربية وعلم النفس، كذلك لديه الحكمة في اتخاذ القرارات المناسبة، كذلك لديه قدرة على توزيع المسؤوليات بما يناسب الكفاءات التي بين يديه. هذه من صفات القائد الناجح. كذلك من مهارات القائد الناجح لكن ليست مهارات
معرفية أو وإنما مهارات اجتماعية، هي تشريك الجميع في القرارات أو القيادة، ما يسمى بالقيادة التشاركية. القدرة على تنمية العلاقات مع الآخرين من مكونات المدرسة، القدرة على نسج علاقات جيدة مع المحيط الاجتماعي، كل هذه صفات اجتماعية للقائد أو المدير الناجح. من الصفات الشخصية هو أن القائد الناجح أو المدير الناجح يكون ذو شخصية قوية ومهابة بين زملائه، على الأقل أن تكون شخصية مقنعة، يكون بعيد النظر ولديه قدرة على تصريف الأمور في وتوقع ردود الأفعال والنتائج، لديه الطلاقة اللفظية والبلاغة يعني القدرة على الإقناع، لديه المرونة في المواقف واتخاذ القرارات، يعني ليس لا يتخذ قرارات صلبة ونهائية، وإنما كل قرار لديه بإمكانه أن يعدله وقابل للتعديل، لديه خبرة كافية في الإدارة التعليمية والمدرسية، ثم أن يكون متحلٍ أكيد بالمكارم الخلقية مثل الصبر والصدق والعدل والحلم والورع. كل هذه إذن مهارات وصفات تؤثر في القيادة التربوية. إذن كما تكون القيادة المدرسية بقدر ما تكون القيادة المدرسية ناجحة، تكون المدرسة بدورها ناجحة، وبقدر ما تكون القيادة فاشلة، بقدر ما تكون المدرسة كذلك فاشلة. لذلك قلنا أن القيادة التربوية أو القيادة المدرسية من الركائز الأساسية الخمس للعملية التعليمية.